انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 15 لمهاجرين غير نظاميين على سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد، في الوقت الذي سجلت الأشهر التسعة الأولى لهذا العام أرقاما مرتفعة في عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي بحسب تقرير صادر عن وكالة حماية الحدود الأوروبية. تتقلص مساحة اللجوء ويزداد عدد اللاجئين. الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تسجل النسبة الأعلى لعدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016. هذا ما أعلنه تقرير لوكالة الحدود البحرية الأوروبية فرونتكس. بحسب التقرير، فإن الأعداد لا تشمل الفارين من الحرب في أوكرانيا كونهم يتمتعون بالحماية المؤقتة. بلغة الأرقام، بلغ عدد حالات العبور السري إلى دول الاتحاد منذ بداية العام نحو 230 ألفا، بزيادة تقدر ب 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. الوكالة الأوروبية ذكرت أن أغلبية المهاجرين الساعين لدخول الاتحاد عبر منطقة البلقان يحملون الجنسيات السورية والأفغانية والتركية، ومعظم الوافدين عبر وسط البحر المتوسط هم من تونس ومصر وبنغلاديش. بيان الوكالة أشار كذلك إلى أن العدد المرتفع للمهاجرين يأتي رغم أن محاولاتهم الوصول إلى وجهتهم لا تنجح بالعادة دون ضريبة قاسية. مؤخرا انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 15 جثة لمهاجرين غير نظاميين على سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد. يقول مصدر أمني إن الجثث المنتشلة جميعها متحللة، ما يشير إلى مكوثها فترة طويلة. بالعودة إلى تقرير الوكالة الأوروبية، ثمة تحذير من أن الضغط على الطرق المؤدية إلى السواحل الإيطالية لا يزال عاليا، وأن محاولات العبور قد تزداد مع اقتراب فصل الشتاء، ما يجعل العملية أكثر خطورة. من برلين ينضم إلينا الخبير في شؤون الهجرة السيد محمد الكاشف. سيد محمد، أهلا بك. لماذا رغم كل القيود المشددة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لطرق التهريب غير الشرعية خاصة في المتوسط، يأتي هذا التقرير ليشير إلى أن الأعداد تتزايد؟ أولا أهلا وسهلا، مساء الخير. ثانيا للإجابة على السؤال بخصوص لماذا هناك تزايد في أعداد المهاجرين وأعداد عابري الحدود بشكل سري وغير نظامي في ظل المواجهة الشرسة من الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي لهذه الظاهرة، فالإجابة الصراحة لأن كل هذه المواجهة وكل هذه المحاولات للحد من نشاط الهجرة لا تتوجه ولا تعالج الأسباب الرئيسية، هي كلها حلول ومحاولات أمنية لغلق الحدود وتشديد الحراسات بعيدا عن النظر للأسباب الحقيقية التي تؤدي للمهاجرين لترك بلدانهم. كما ذكر في التقرير، عندنا أعداد كبيرة جدا من التونسيين الذين يفرون من تونس، لدينا أعداد كبيرة جدا من جنسيات شرق أوسطية وإفريقية تفر من ليبيا عبر البحر، هذا بخلاف ازدياد عدد المصريين الفارين من مصر مؤخرا، إما من السواحل المصرية أو عن طريق السواحل الليبية. الوجهة دائما إلى أوروبا عبر الطريق المتوسط محفوفة بالمخاطر، ويعد البحر المتوسط من أكبر المقابر الجماعية للفارين. للأسف الاتحاد الأوروبي يقوم بإجراء الاتفاقيات مع دول الجنوب المتوسط بدون النظر للضحايا الحقيقيين من المهاجرين. معظم أو كل الاتفاقيات تسعى لتأمين الحدود وحراسة الحدود، وللأسف كذلك أن جميع البواخر والسفن الموجودة في البحر المتوسط هي الحكومية، أقصد هي سفن للحراسة وليست سفن للإنقاذ. طيب، التقرير أيضا يتحدث عن أن الطرق الآن المتبعة لهؤلاء عن طريق البلقان،
وهنا نأتي على ذكر ما يمر به المهاجرون غير الشرعيين من انتهاكات في مراكز الاعتقال ومخيمات اللجوء المؤقتة. ما الذي يصلكم من تقارير حول ما يتعرض إليه هؤلاء؟ بالذكر عن منطقة البلقان، منطقة البلقان هي إحدى البؤر الساخنة كذلك لعبور المهاجرين منذ 2015، منذ الهجرة الكبرى للجنسيات العربية عن طريق تركيا دول البلقان لغرب أوروبا، ولكن كذلك ما زال هذا الطريق مستمر. سعى دول الاتحاد الأوروبي بينها وبين دول البلقان من غير دول الاتحاد لتأمين هذه المنطقة بإقامة المعسكرات الاعتقال للمهاجرين الغير نظاميين والغير رسميين، بإقامة الحوائط ومعابر التفتيش. للأسف حتى هناك اتفاقيات للإرجاع أو للطرد المهاجرين، يعني بمجرد وصول المهاجر على سبيل المثال إلى الأراضي الألمانية، إذا تم القبض عليه من خلال الشرطة الألمانية تقوم بترحيله وإرجاعه مرة أخرى لدولة كالتشيك، برغم أن التشيك دولة اتحاد أوروبي، ولكن ملف حقوق الإنسان في تلك الدولة مغلق، ويتم احتجاز المعتقلين، يعني بيتم اعتقال واحتجاز المهاجرين ومعاملتهم كمعتقلين قاموا بإجراءات غير شرعية. وأعتقد أنه من غير العدل إصباغ صفة الغير شرعية على المهاجرين، لأنهم يسعون لإيجاد حياة بديلة ولكي يجدوا فرصة ضاعت منهم في حياتهم. ومن التقارير التي تردنا هناك دول كبولندا والمجر وصربيا والتشيك، برغم أنهم دول اتحاد أوروبي، ولكن سأتي إلى ذكر صربيا لاحقا، ولكن تلك الدول الثلاثة هي الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن يحكمها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وهذا على أرض الواقع هذا مجرد حبر على ورق. لدينا تقارير ولدينا أرقام عن العديد والعديد من المهاجرين المعتقلين في السجون التشيكية على سبيل المثال. التشيك تسعى إلى ترحيل المهاجرين حتى وإن كانوا طالبي لجوء بالمناسبة، حتى وإن كانت دولهم تتعرض إلى حرب أو يتعرضون لخطر على حياتهم بسبب ممارساتهم السياسية أو انتمائهم لجماعات مضطهدة في بلدانهم، ولكن التشيك تقوم بترحيلهم بالاتفاق مع دولهم الأم. هذا بخلاف ذكر بلغاريا وصربيا كدول أوروبية ولكن ليس أعضاء في دول الاتحاد. حقيقي نحن نواجه كارثة، ورأينا في الأزمة الأوكرانية كما ذكر التقرير الأوكرانيين غير محسوبين في تلك الأرقام، ولكن في الأزمة الأوكرانية حتى الطلبة الدوليين أو الأجانب من أصحاب الجنسيات الأجنبية من كانوا مقيمين في أوكرانيا يلاقون نفس التعامل العنصري والتفرقة على الحدود البولندية، وهناك معتقلات أو مراكز احتجاز واعتقال أقيمت خصيصا لاعتقال المهاجرين من غير الجنسية الأوكرانية القادمين من أوكرانيا. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الكاشف الخبير في شؤون الهجرة.